للاسف ولا نشوفوا فنانين مغاربه تشي ضحيوا بحياتهم باش يوصلوا رساله للشعب. كنتمنوا هادشي ما يبقاش. الا بغيتي توصل رساله يعني حاول انك توصلها بطريقه سلميه. حنا ما بغيناش الفنانين ديالنا يوليو في الحبس او لا يوليو روشيرشي. يوصلوا الرساله بطريقه سلميه يعني ما يقيسوش مقدسات ديال الدوله. يعني هما كيقولوا شي حاجه اللي كاينه بصح نيت، ولكن يوصلوها بطريقه اللي زوينه بزاف واللي غادي توصل الميساج للشعب، وحتى الشعب راهو تيستقبل. يعني دابا كما كنشوفوا باللي راه الدراري كاملين روشيرش يعني ثلاثه، يعني ما عرفناش شنو هو القادم، شنو غادي يكون، شنو غادي يديروا معاهم، هادشي ما عرفناش. وهما دايروا هادشي كامل يعني خاصنا حنا نكونوا واقفين معاهم في هاد المحنه هادي. وكنتمنوا الخير ان شاء الله، وكنتمنوا ان الدراري الاخرين ما يدخلوش في هاد المتاهات ديال الدوله ويقيسوا المعتقدات او لا يقيسوا كما تيقولوا المقدسات ديال الدوله. ونحاولوا اننا نوصلوا الرسائل ديالنا بطريقه سلميه، وبارك علينا من الحباسات ومن الضرب ومن الجرح.